خايف على نفسه. كل امرئ الحجيج نفسه في هذه الخصلة، لأنها مسألة قلبية. يعني خليك أنت أمير أو صاحب مؤسسة كبيرة، ومتعود إن لما تنزل الخدم يجرى عليك ويفتح لك الباب ويشيل لك الشنطة والكلام ده، تفضل يا بيه. أنت شايف إن هذا مما يعلي ظاهرة الكبر عندك، امنعه إنه ياخذ منك الشنطة، امنعه إنه يفتح لك الباب. ما تقوليش دي اصل ده يا برستيج بقى ولابد ان انا اعمل كده، وما دول شغلتهم ايه ولازمتهم ايه. انت ادرى بنفسك يا اخي. اذا علمت ان المتكبرين مأواهم النار، لو عنده مثقال ذرة من كبر ومثقال حبة خردل من كبر، ده حاجة تخوف جدا جدا، من كبر يدخل النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتجبرين والمتكبرين، وقالت الجنة: إنما يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل: لكما علي ملؤها. الكبر ده صفة الرب تبارك وتعالى. الكبرياء ردائي، العظمة ردائي، والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما عذبته. فالذي ينازع الرب تبارك وتعالى صفة من صفاته، أنا عايز أفهم، الذي يحتاج أن يدخل إلى الخلاء مرة واثنين وثلاثة وأربعة بتكبر عليه، إيه اللي عنده حتى يتكبر؟ كان الإمام مالك يقول: لقد استحييت من الله من كثرة ترددي على الخلاء. فعايز أفهم يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال له عبد الله بن كثير: يا أمير المؤمنين، ما كان بدء إنابتك؟ لما خدت السكة إلى الله تبارك وتعالى، إيه اللي خدك لها؟ قال: أردت أن أضرب غلاما يوما، فقال لي: أذكر ليلة صبحها يوم القيامة. بس كان قلبه مفتوحا لمقتضى الكلمة، دخلت وانتفع بها. والقلوب صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح. قلبك الذي هو قوام بدنك أنت لا تملكه، لو كنت تملكه لاهتديت كما تريد.